بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. هنا الموضوع موضوع مهم جدا، هو موضوع دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهجهم في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى وضح هذا في القرآن العظيم وأمر باتباعه كما وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وخاتم الرسل، وضحه في قوله ووضحه بفعله وسنته عليه الصلاة والسلام، مما لا يدع مجالا لأي مسلم يريد الله والدار الآخرة أن يخالف هذا المنهج أو يحيد عنه إذا كان يريد الإصلاح ويريد الخير للبشرية، فإن أي منهج يخالف منهج الرسل فإنه منهج منحرف عن الحق والصواب ومآله إلى الفشل وإلى النار وبئس القرار. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الثقلين الجن والإنس، والثقلان هم أهل التكليف والمأمورون بالعبادة الذين أعد لهم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، إما بالخير وإما بالشر. بالخير إن استقاموا على طريق الحق وقاموا بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وبالشر لمن حاد عن ذلك وعبد غير الله. ما إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق أي الثقلين الجن والإنس، لم يخلقهم إلا لهذا الغرض، لأنه حصر هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم لغير هذا الغرض هو أن يعبدوه وحده لا شريك له، ما خلقهم من أجل أن يتقوى بهم أو من أجل أن يتعزز بهم أو من أجل أن يتكثر بهم سبحانه وتعالى، لأنه غني عنهم. إن الله هو الرزاق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه، ما خلقهم ليرزقوه أو يطعموه أو ينفعوه، وإنما خلقهم لأجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، والفائدة من ذلك ترجع إليهم هم، إذا عبدوه وأخلصوا له العبادة دخلوا الجنة، دخلوا الجنة وأعزهم الله في الدنيا والآخرة وأكرمهم وتولاهم ونصرهم. فالمنفعة من عبادتهم لله ترجع إليهم، ترجع إليهم هم، لأنهم بحاجة إلى ذلك، لأنهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولم يصلوا إلى الله إلا بعبادته وحده لا شريك له، فعبادتهم له هي الصلة بينهم وبينه سبحانه وتعالى. أما إذا لم يعبدوه أو عبدوه وعبدوا غيره انقطعت صلتهم بالله عز وجل، وحق عليهم الخسران في الدنيا والآخرة. إذن ففائدة العبادة ومصلحتها راجعة إليهم، والله أمرهم بها رحمة منه سبحانه وتعالى بهم من أجل أن تكون صلة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. ونهاهم عن الشرك وعن الكفر لا من أجل أن ذلك يضر سبحانه وتعالى، ولكن من أجل أن ذلك يضرهم هم الذين يتضررون بالكفر ويتضررون بالشرك. وإلا فإن الله سبحانه غني عن عبادتهم ولا تضره معصيتهم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذا تبين لنا أن عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده إنما ترجع فائدة ذلك إلينا، وأن الكفر بالله والشرك بالله وترك العبادة ترجع مضرته علينا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا هو الغرض، وهذه هي الشتمة التي خلق الخلق من أجلها، وهذه هي الشتمة من أمرهم بالعبادة ونهيهم عن الشرك. وقد خلق الله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات وما في الأرض من أجل أن يستعان به على عبادة الله، من أجل أن يستدل به على وحدانيته سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يستفاد منه أو يستعان به على طاعة الله وعبادته. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخر لكم الأنهار، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فهذه النعم وهذه المخلوقات كلها مسخرة للعباد من أجل أن يستدلوا بها على قدرة الله ووحدانيته، فهي آيات بينات في الدلالة على قدرته وربوبيته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهي آيات يستفيد منها العباد العبرة والنظر والاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، ثم يستعينون بها على طاعته سبحانه وتعالى. هذا هو الحكمة من خلق الثقلين الجن والإنس، والحكمة من أمرهم بالعبادة، والحكمة من العبادة نفسها. وكانت البشرية على توحيد الله وعلى عبادته وحده لا شريك له من عهد آدم، من عهد أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام إلى 10 قرون، إلى أن جاء قوم نوح، إلى أن جاء قوم نوح بعد 10 قرون كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كانوا على التوحيد وعلى ملة أبيهم آدم. فلما جاء عهد قوم نوح كان فيهم رجال صالحون، فمات هؤلاء الرجال الصالحون في عام واحد، فحزن عليهم قومهم وفقدوهم. فجاء إليهم الشيطان وقال لهم صوروا صور هؤلاء الصالحين الذين ماتوا وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم وتتذكروا عبادتهم، يعني قال لهم إن هذا من باب الذكريات، انصبوا هذه التماثيل من باب الذكريات بهؤلاء الصالحين. أظهر لهم هذا بطريق النصيحة، بطريق الإعانة على الطاعة، على العبادة والمحبة للصالحين، فاستحسنوا ذلك وصوروا صور هؤلاء الصالحين ونصبوها على مجالسهم ونظروا بعيد لعنه الله. فلما حصل ذلك لم تعبد هذه الصور في الجيل الأول لوجود العلم فيهم ولوجود العلماء، لكن هذه الصور وسيلة للشرك في المستقبل. فلما مات هذا الجيل ونسي العلم، يعني مات العلماء، جاء الشيطان إلى الجيل المتأخر وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله، وحينئذ ظهر الشرك في الأرض. حينئذ ظهر الشرك في الأرض من هذا التاريخ. وأدرك الشيطان مقصوده من هذا الجيل وأثمرت خطته ثمرة خبيثة. عند ذلك بعث الله أول الرسل نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد الذي خرجوا منه والذي خلقوا من أجله. بعث الله رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الرجوع إلى التوحيد الذي خرجوا منه من الشرك، يريد ردهم إلى التوحيد وإلى عقيدة التوحيد وإلى عبادة الله التي خلقوا من أجلها. ولكن الشرك قد تمكن من قلوب كثير منهم ولم يستجب له إلا القليل، كما قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، أما الأكثر فإنهم أصروا على الشرك
ورفضوا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء الرجال الصالحين الذين صوروا صورهم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، أصروا على الشرك والعياذ بالله. فعند ذلك أخذهم الطوفان ونجى الله نوحا عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه ومن معه في السفينة، وأهلك الله جميع أهل الأرض بسبب الشرك، ولم ينجو إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة، فنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فدعوة نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رسل إلى التوحيد، فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ثم جاء قوم هود من بعدهم وهي قبيلة عاد، قبيلة عاد الجبارة التي أعطاها الله من القوة والجبروت والتمكين في الأرض ما ذكره الله سبحانه، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بعث الله نبيه هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد لأنهم أمة مرضوا على الشرك وعبادة الأصنام، فبعث الله نبيه هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى ما دعا إليه نوح عليه الصلاة والسلام، إلى عبادة الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ثم لما أصروا على الشرك والعناد أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالريح، الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ثم تتابعت الرسل، جاءت قبيلة ثمود في الحجر من بلاد الحجاز وادي القرى المعروف، وكانوا أهل ثروة وأهل غنى وأهل نخيل وزراعة، وكانوا يبنون القصور في السهول وينحتون الجبال بيوتا من قوتهم وكثرتهم. دعاهم صالح إلى توحيد الله عز وجل، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا نتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، إلى آخر ما قصه الله عليه. في النهاية لما أصروا على الكفر والعناد ولم يؤمن بصالح إلا عدد قليل أهلكهم الله عز وجل بالصيحة، أهلكهم الله عز وجل بالصيحة والرجفة التي قطعت قلوبهم في صدورهم وماتوا عن آخرهم في لحظة واحدة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة
فكانوا كهشيم المحتضر. القبيلة الكبيرة والأمة العظيمة أصبحت كالهشيم على إثر صيحة واحدة بسبب الشرك بالله عز وجل والخروج عن عبادة الله التي خلقوا من أجلها. ثم جاء قوم لوط وجمعوا مع الشرك بالله فعل الفاحشة واللواط، فأرسل الله إليهم نبيه لوطا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الفاحشة الشنيعة التي ما سبقهم أحد بها من العالمين. فلما عاندوا وهموا بإخراج لوط عليه السلام ومن معه أخرجهم، لأنهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يتطهرون يعني يتطهرون عن الفاحشة، يأنفون من فعل الفاحشة وينهون عنها، هذا ذنبهم عند هؤلاء أنهم يتطهرون. عند ذلك أرسل الله رسلا من الملائكة فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام، فاقتلع جبريل هذه القرى وهذه المدن على طرف جناحه ثم رفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح بيوتهم، ثم إنه قلبها عليهم جعل عاليها سافلها ثم أتبعهم بحجارة من سجيل من النار والعياذ بالله. كل ذلك بسبب الشرك والخروج عن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام والخروج عن ما خلقهم الله من أجله فهو عبادة الله وحده لا شريك له. ثم جاء قوم شعيب مدين، قبيلة مدين في أرض الأردن، وجمعوا إلى الشرك بالله عز وجل فخص المكاييل والموازين، جمعوا مع الشرك بخص الناس حقوقهم ونقص الموازين والمسائل. لما دعاهم شعيب نبي الله عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإعطاء الناس حقوقهم وترك بخص المسائل والموازين، عند ذلك سخروا منه وقالوا إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخرية. فعند ذلك أخذهم الله بيوم الظلة، والظلة السحاب، سحاب أظلهم. ذكر المفسرون أنهم أصابهم حر شديد وعطش شديد، ثم لما رأوا السحاب والظل الذي مع السحاب ظنوه باردا وظنوا فيه مطرا، فخرجوا تحت هذا السحاب ينتظرون المطر وينتظرون البرد من الحر الذي هم فيه والعطش الذي هم فيه، فأمطر عليهم نارا تلظى، أمطر الله عليهم نارا تلظى، فأخذهم عذاب يوم الظلة. مع رجحة شديدة والعياذ بالله فهلكوا عن آخرهم إلا من آمن بشعيب عليه الصلاة والسلام. ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم نمرود من الكنعانيين أتباع الملك الجبار الذي يقال له النمرود، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض يعبدونها ويتخذونها أربابا. بعث الله خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله له لا شريك له،
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي خلقهن وأنا على ذلك من الشاهدين الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين إلى آخر ما قصه الله تعالى عنه وما حصل بينه وبينهم من المداولات والمحاجات والمخاصمات إلى أن كسر أصنامهم بيده عليه الصلاة والسلام. وحصل ما حصل ولما عجزوا عن إقامة الحجة عليه وخصمهم بالحجة وكسر أصنامهم لجأوا إلى القوة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا حطبا عظيما في مكان بين جبال أو في مكان واسع جمعوا حطبا عظيما وأضرموا فيه النار حتى على لهبها إلى جو السماء حتى ذكروا أن الطيور إذا مرت من الجو تتساقط في شدة حر هذه النار. ثم جاءوا بالمنجنيق والمنجنيق قال يرمى بها لأنهم لا يقدرون على أن يقربوا من هذه النار يشبه المدفع تقريبا. فوضعوا إبراهيم في المنجنيق ليطرفوه في النار. فقال عند ذلك حسبنا الله هو نعم الوكيل. قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أصبحت هذه النار العظيمة بردا وسلاما على إبراهيم بأمر الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فنجاه الله من النار ونصره الله عز وجل. ثم هاجر من أرضهم هاجر من أرضهم إلى أرض الشام وإلى أرض الحجاز ووضع بعض ذريته بالشام وبعض ذريته وهو إسماعيل عليه السلام وأمه وضعهم في الحجاز عند البيت العتيق. والذين بالشام في فلسطين عند بيت المقدس وإسماعيل عليه السلام عند المسجد الحرام كعبة المشرفة. هذه دعوة الرسل. ثم تتابع الرسل من بعد إبراهيم من ذريته عليه الصلاة والسلام فكل نبي جاء بعد إبراهيم فإنه من ذريته عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم وكذلك من بني إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. لم يبعث الله من ذرية إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لم يبعث الله نبيا من ذرية إبراهيم إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أما ذرية إسحاق ابن إبراهيم ففيهم أنبياء كثير فيهم أنبياء كثيرون ومن أعظمهم أو أعظمهم موسى عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بالتوراة إلى خاتمهم عيسى عليه الصلاة والسلام. فعيسى هو خاتم أنبياء بني إسرائيل. أما الخاتم العام لجميع الرسل فهو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وذلك لأن الله جعل شريعته باقية إلى أن تقوم الساعة
وتكفل بصفغها لا تبدل ولا تغير، وذلك بصفغ مصدرها وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك السنة النبوية حفظها الله بأن قيض لها من العلماء الحفاظ والرواة الثقات الأتقياء من حفظوها وحافظوا عليها ونفوا عنها كل دخيل وكل زيف، وحاصروا الأحاديث المكذوبة حاصروها وأبعدوها، وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة محفوظة. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ومصداقا لقوله: إنا نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذه الشريعة ولله الحمد محفوظة. نعم هناك كذب، نعم هناك دخيل، هناك شر، هناك فرق ضالة، هناك انحرافات وتأويلات، لكن كل هذه بعيدة عن شريعة الإسلام الصحيحة. الشريعة محفوظة ولله الحمد، وعليها طائفة منصورة. هذه الشريعة عليها طائفة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، فهم على ذلك. أما بقية الطوائف وبقية المذاهب وبقية النخل فهي طوائف مخالفة لما لهذه الشريعة المحمدية، ومخالفة لهذه الفرقة الناجحة والطائفة المنصورة، وهي لا تضر إلا نفسها. أما الشريعة ولله الحمد فهي في حفظ ووقاية وصيانة، وأما الطائفة المنصورة فهي في شفظ من الله عز وجل ونصر. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذه دعوة الرسل، كل رسول يدعو قومه إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لابد من الأمرين، لابد من عبادة الله واجتناب الطاغوت. والطاغوت من عبد من دون الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأشخاص والأشجار والأحجار، كل ما عبد من دون الله يدخل في اسم الطاغوت، لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو الباطل. فالشرك عبادة الطاغوت، أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لم يقل اعبدوا الله فقط، بل قال ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة الله لا تصلح ولا تفيد إلا إذا سلمت من الشرك. أما الذي يعبد الله ويعبد غيره معه، أو يعبد الله ولا يكفر بالطاغوت، فهذا لا يعبد الله وإنما هو مشرك، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يكفر بالطاغوت لابد من هذا الشرط، ويؤمن بالله لا يصح الإيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت. والطاغوت الباطل، وعلى رأس الطواغيت الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. لابد من عبادة الله وترك الإشراك بالله عز وجل، وإلا فإن عبادة الله مع الإشراك لا تنفع، كما في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك،
فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، والشرك يحبط العبادة، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر بعض أنبيائه في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك لا تصح معه عبادة، ولهذا يجمع الله بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. ولهذا هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تجمع بين عبادة الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. فلا إله هذه نافية تنفي جميع ما عبد من دون الله، وإلا الله هذا إثبات يثبت العبادة لله وحده. وهذا معنى قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن العبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد، وبدون التوحيد لا تكون عبادة ولا تصح. ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم كما سمعتم كلها على هذا المنهج، كلها تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فكل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرسل في الجهاد والدعوة إلى الله يأمرهم أن يدعو الناس أول ما يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال لمعاذ ابن جبل لما بعثه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. انظروا كيف أمره أن يبدأ بالتوحيد، ولم يطلب منه أن يأمرهم بالصلاة إلا بعد أن ينطقوا بكلمة التوحيد، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا نطقوا بالشهادتين أمروا بالصلاة وأمروا بالزكاة وأمروا بالصيام وأمروا بالحج والعمرة وأمروا ببقية الأعمال. أما أن يؤمروا بالعبادات وبدون أن يؤمروا بالتوحيد وبدون أن يصح التوحيد ويصحح، فإن العبادات لا فائدة منها بل تكون هباء منثورا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع احسبه الظمآن ماء. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل الأعمال إذا لم تكن مؤسسة على أساس التوحيد وإفراد الله بالعبادة فإنها لا تنفع صاحبها. ولذلك الذي يرى الناس على الشرك وعلى عبادة الأضرحة والقبور والطواف بها والذبح لها والنذر لها ولا يأمرهم بالتوحيد ولا ينكر عليهم هذا الشرك ويدعوهم إلى أمور أخرى، يدعوهم إلى عبادات أخرى هي دون التوحيد ولا تصح إلا مع التوحيد، هذا مخالف لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. لأن دعوة الرسل البداءة بالتوحيد وإصلاح العقيدة أولا، ثم بعد ذلك يأتي دور بقية أوامر الدين
لأن البنيان لا بد أن يقوم على أساس صحيح وأساس لله وأساس الدين هو التوحيد، فلا بد من تحقيق ذلك ولا بد من دعوة الناس إلى التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة وإنكار الشرك ومحاربة الشرك وأهله، ثم بعد ذلك يأتي دور بقية أوامر الدين. هذا هو منهج الرسل الذي ساروا عليه من أولهم إلى آخرهم، ومنهج الرسل واحد هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يرسل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأساس وهذا هو المنطلق لدعوة الرسل، وجميع الدعاة يجب عليهم أن ينهجوا هذا المنهج إذا كانوا يريدون الخير للبشرية، وإذا كانوا يريدون أن تثمر دعوتهم، وإلا إذا دعوا إلى غير هذا المنهج وعلى غير هذه الطريقة أخذوا أمورا وتركوا الأصل، أخذوا أمورا جانبية وتركوا الأصل، فهذا معاكس لمنهج الرسل وهذا لا ينجح أبدا ولا يفيد أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى إنما بنى الخير كله على عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الأساس. لا يمكن أن تتحقق هذه الأمور، الاستخلاف في الأرض والأمن وانتفاء الخوف، إلا إذا تحقق هذا الأصل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الأساس. لا يمكن أن تتحقق هذه الأمور، الاستخلاف في الأرض والأمن وانتفاء الخوف، إلا إذا تحقق هذا الأصل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: الذين إنك ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعلى رأس الأمر بالمعروف الأمر بالتوحيد، وعلى رأس النهي عن الشرك، وعلى رأس النهي عن المنكر، على رأس النهي عن المنكر النهي عن الشرك، لأن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به والشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. هذه الأصول التي ينبغي للأمة وينبغي للمسلمين على وجه العموم، ويجب على الدعاة خصوصا أن يسيروا على هذا المنهج الذي سار عليه الرسل. فالرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم على هذا الأصل، كلهم كما ذكر الله عنهم يدعون إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وعبادة الله يندرج فيها كل الخير، يندرج فيها التوحيد وهو الأصل، ويندرج فيها جميع العبادات، يندرج فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يندرج فيها الجهاد في سبيل الله، يندرج فيها الحكم بما أنزل الله، يندرج فيها كل الأمور، كلها تدخل في عبادة الله وحده لا شريك له. ولكن رأسها وأساسها والمصحح لها هو التوحيد، فينبغي العناية به علما وتعلما وتعليما ودعوة وإرشادا وتوضيحا للناس حتى يكونوا على بصيرة منه، وإلا فإن الناس
إذا غفلوا عن التوحيد وغفلوا عن دراسة العقيدة وتدريسها وغفلوا عن الدعوة إليها دخل عليهم الشرك وتسلط عليهم الشيطان. ومهما عملوا من الأعمال فإنها لا تنفع مع وجود الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الأصل، هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كدعوة إخوانه من المرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلاه. ديننا واحد، دين الرسل واحد، وهو الدعوة إلى التوحيد. أما شرائعهم العملية فقد تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكانت شرائع الرسل السابقين كان ينسخ بعضها بعضا، لأن الله سبحانه وتعالى يشرع الشريعة لجيل من الناس أو لأمة من الناس في وقتهم، ثم يأتي جيل آخر ورسول آخر، فالله جل وعلا يشرع لهم شريعة تناسبهم، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وجاءت شريعته الخاتمة، فتقررت حينئذ لا تبدل ولا تغير ولا تنسخ إلى أن تقوم الساعة. فالشرائع وإن اختلفت إلا أن دين الرسل الذي هو التوحيد والعقيدة وعبادة الله هذا منهج واحد ودعوة واحدة. وعبادة الله عز وجل هي فعل ما أمر به في كل وقت، في كل وقت عبادة الله هي فعل ما أمر الله به في كل وقت، ولو نسخ هذا فيما بعد فعبادة الله في وقتها بما أمر الله به في ذلك الوقت، فإذا نسخ فعبادة الله بما نسخ وهكذا. ولهذا كان المسلمون في أول الإسلام يصلون إلى بيت المقدس، ثم أمروا أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة. صلاتهم إلى بيت المقدس عبادة لأنها بأمر الله سبحانه وتعالى، وصلاتهم إلى الكعبة عبادة لأنها أمر بأمر الله سبحانه وتعالى. فالأمر يدور مع تشريع الله في كل وقت، فعبادة الله هي فعل أمره في كل وقت. فإذا نسخ فإن العبادة تتحول إلى العمل بالناسخ وترك المنسوخ، فمن عمل بالمنسوخ بعد نسخه لم يكن عابدا لله سبحانه. فالذي يصلي إلى بيت المقدس الآن صلاته باطلة لأنها نسخت، بينما الذي صلى إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة صلاته صحيحة لأنه كان بأمر الله سبحانه وتعالى. الله له الأمر سبحانه وتعالى، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، حسب أمر الله سبحانه وتعالى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فليس القصد هو الجهاد، وإنما القصد اتباع الأمر في كل وقت بحسبه، وهو أن يطاع الله سبحانه وتعالى في كل وقت بما أمر. هذه هي عبادة الله. الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحولوا كل صلاتهم صحيح. ولهذا لما تأسف بعض الصحابة بعد تحويل القبلة تأسفوا على إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، أنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فصلاتهم إلى بيت المقدس في ذات الوقت إيمان وطاعة لله سبحانه وتعالى، فالأمر يدور مع التشريع. وهذه هي عبادة الله، ودين الرسل واحد، هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر وترك ما نهى الله عنه في كل وقت بحسبه. ولهذا يقول سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالذي قصده عبادة الله يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي إلى القبلة التي أمر بالصلاة إليها، والذي يريد هواه هذا يبقى على ما كان عليه الأمر من قبل ولا يتحول، لأنه يتبع هواه ولا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. امتحان وابتلاء لا ينقاد لأمر الله إلا المؤمن، أما الذي يتبع هواه فإنه يبقى مع هواه. ولذلك الصحابة لكمال إيمانهم لما حولت القبلة وكانوا في صلاة العصر يصلون إلى بيت المقدس، أول صلاة العصر يصلون إلى بيت المقدس، فأتاهم صحابي وأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى الكعبة وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. عند ذلك داروا وهم في الصلاة واتجهوا إلى الكعبة، أول الصلاة إلى بيت المقدس لأنه ما بلغهم خبر، آخر الصلاة إلى الكعبة. هذا هو الإيمان. فالمؤمن ينقاد لأمر الله ولا يتبع هواه، وهذا يجب على كل مؤمن إذا تبين له الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وعرف أنه على خطأ، سواء في المنهج أو سواء في العمل أو في الفتوى، فالواجب عليه أن يتبع الحق. والرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل. ثم إن المقصود هو الاجتماع على الحق وعدم التفرق. فالواجب على الأمة عموما وعلى العلماء وشباب الأمة الواجب الاجتماع على كلمة الحق، لأنهم إخوة في الإيمان. يجب عليهم أن يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة وبنيانا واحدا وجسدا واحدا على الحق، ويرفض الأهواء ويرفض الاختلافات التي تشتتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. التفرق يقضي على الأخوة ويقضي على وحدة الكلمة، ويسبب تشتت الأمة وضعفها، ويتيح الفرصة لأعدائها، ويمكن دعاة السوء ودعاة الضلال من التدخل بين صفوفنا والنفخ في خلافنا، ثم نتعادى ثم نتقاطع، ثم بعد ذلك تكون النتيجة سيئة وعاقبة وخيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق، وأن كل من تبين له خطأه أو خطأ من يقلده ويتبعه الواجب عليه أن يتبع الحق وأن ينقذ نفسه من الهلاك. هذا هو الواجب على كل مؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فأنا وأنت وفلان وفلان إذا اختلفوا أو اختلفنا في مسألة من المسائل فلنعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ظهر الحق معه رجعنا إليه. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني أنفع في العاجل وفي الآجل. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. المسلم يطلب الحق، والحق ضالة المؤمن، أين وجده أخذه. أما الذي يتبع هواه فهذا لا يقنع بالحق ولا يرجع إلى الحق، ولكن هذا ليس صفة المؤمن الذي يريد النجاة لنفسه ويريد النجاة لأمته ويريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على كلمة الحق والعمل بالحق، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: أنا رجل عندي سيارات أبيعها بالتقسيط،
وبقي على أحد الزبائن مبلغ وقدره 12,000 ريال، ثم جاءني وقال لي قسط لي سيارة ثانية وأعطيك المبلغ المتبقي في ذمتي، هل يجوز أن أبيع السيارة من أجل أن يسددني المبلغ بعد بيعها؟ يبيعها ليسددني، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، هذا العمل لا يجوز. إذا كان لك على رجل دين وحل سداده فلا يجوز أن تبيع عليه سلعة من أجل أن يسدد لك هذا الدين، لأن هذا حيلة إلى قلب الدين، هذا حيلة إلى الربا، ربا الجاهلية، كانوا في الجاهلية ولم يقتدي بهم في وقتنا الآن. إذا حل الدين على المدين قالوا له إما أن تزيد، إما أن تسدد، وإما أن تربي، يعني نزيد عليك في الأجل، نفسح لك في الأجل ونزيد عليك المبلغ، نعطيك أجلا آخر ونزيد عليك المبلغ. هذا ربا النسيئة، ربا الجاهلية، هذا ربا صريح. ولكن ما يفعل من بيع السلعة على المدين من أجل أن يسدد الدين الأول ويبقى في ذمته الدين الثاني، هذا هو نفس العملية إلا أنه بحيلة، والحيل لا تجوز. فالذي يجب أنه إن كان معسرا أن تنظره، قوله تعالى وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، يعني وأن تتسامح عن المبلغ فتعفو عنه هذا خير لكم، وإلا أنظره. وإلا حالة ثالثة وهي أن يذهب ويستدين من غيرك، لا بس يستدين من غيرك شخص آخر ويسدد لك دينك، أما أنت فلا تدينه مرة ثانية من أجل دينك الأول، من أجل دينك الأول. نعم. وهذا السائل، بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ قال حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الرجاء منكم إعطاءنا كلمة ثالثة بين الشباب وتبعدهم عن الفرقة والاختلاف، لأن الفرقة والخلاف شر كما لا يخفى على فضيلتكم. وفي الحقيقة أن الشيخ قد سبق هذا السؤال، إذا كان عنده زيادة جزاه الله خير. نعم، نحن تكلمنا عن هذا الموضوع في نفس المحاضرة، ونحن والله لا نود لأبنائنا وإخواننا وجميع المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها، والله لا نود لهم إلا الخير، ولا نود لهم إلا الاجتماع على الخير، ولا نبغض أحدا من أجل شخصه، وإنما نبغض من أبغضه الله ورسوله، نبغض أعداء الدين وأهل الضلال، هؤلاء نبغضهم لأن الله يبغضهم. أما الأشخاص فنحن لا نبغض الأشخاص من أجل أشخاصه، وإنما نبغض المناهج المنحرفة والمناهج الضالة، ونبغض من تمسك بها وأبى أن يرجع عنها، هذا نبغض، هذا من الموالاة في الله والمعاداة في الله، مع حبنا أن المخالف يرجع إلى الصواب. والله لو رجع إلى الصواب لكان أحب إلينا من أولادنا، لأنه أخونا يريد له الخير. فنحن نوصي الشباب أن يتركوا الفرقة والاختلاف، وأن يعرضوا ما حصل بينهم على أهل العلم، هم لا يمكن أنهم يرجعون للكتاب والسنة لأنهم قد لا يتمكنون من هذا لقصور علمهم، ولكن يرجعون إلى أهل العلم من العلماء ويقول أنا أقول كذا وفلان يقول كذا، أين على الصواب، ويصدرون عن أهل العلم ببيان الحق، هذا الذي نريد لهم، يرجعون إلى أهل العلم إما بالمشافهة إذا حضروا عندهم، وإما بالكتابة، يكتبون إلى العلماء ويشرحون لهم القضية، يقول أين على الصواب، نحن نقول كذا وفلان يقول كذا، دليل فلان كذا ودليل فلان كذا، فأين على الصواب، ثم يأخذوا الإجابة الصحيحة إن شاء الله، يكتبون لأهل العلم، يكتبون للجنة الدائمة للإفتاء، يكتبون لأهل العلم الموثوقين، ما يكتبون لكل أحد، لا يكتبون لأهل العلم الموثوقين والمعروفين بعلمهم،
ويخبرون عن إرشادهم وتوجيههم، هذا هو الذي يوصيكم به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضيلة الشيخ صالح حفظه الله ووقاه وجعل الجنة مأوانا ومأواه ووالدينا وجميع المسلمين، السؤال يقول: هل معرفة أسماء الله تعالى وصفاته جزء من العقيدة؟ وهل يجب علينا وجوبا أن ننبه الناس على ما في بعض التفاسير من التأويل ومن التحريف والتعقيد؟ نعم، أسماء الله وصفاته الإيمان بذلك هذا نوع من أنواع التوحيد، لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية مراد به إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الخلق. توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه إذا كانت على وفق ما جاءت به الشريعة، تخلص لله ألا يكون فيها شرك، هذا توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما قضية ذكر ما في بعض التفاسير من بعض التأويلات فهذا يبين لطلبة العلم، يبين لطلبة العلم، أما أن يبين لعموم الناس الذين لا يستفيدون من هذا فهذا لا ينبغي، لأن هذا يكون من التشويش ومن إشغال الناس بما لا يعرفون. وفي الأثر: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، فالعوام لهم طريقة وطلبة العلم لهم طريقة. العوام يبلغون مجملات العقيدة ومجملات الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والموعظة، ويعلمون أصول الدين وأصول أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان، يدرسون هذه الأصول ويحفظون إياها كما كان في هذه البلاد إلى عهد قريب، كانوا يحفظون في المساجد الدين، يحفظون الدين، يحفظون أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، يحفظون أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجباتها، يحفظون ما يحتاجون إليه عموم دينهم. أما طلبة العلم فعند الشرح لهم والتوضيح يبين لهم التأويل، لكن من غير أن يتعرض للمؤلف ويقال المؤلف مبتدع ولا المؤلف ضال، بل يقال: هذا التفسير فيه كذا وكذا، فيه تأويل الآية الفلانية، فيه تأويل صفة الفلانية، من غير أن يتعرض للعلماء ويبدعون ويتناول من أشخاصهم، هذا لا يستفيد الناس منه، بل هذا يسبب يفرط طلبة العلم من العلماء، هذا يسبب نفرة أو يسبب سوء الظن بالعلماء. فالغرض هو بيان الصواب في هذا الخطأ فقط، أما تناول الأشخاص بالتبديع أو بالتجهيل أو بالتغليل فهذا لا يفيد شيئا، ويفيد أمور عكسية، ويفيد سوء الظن بالعلماء، ويفيد بلبلة الأفكار والخوض في أعراض العلماء الميتين والأحياء، هذا لا يجوز ولا يأتي بخير. يبين الحق لمن يتحمل هذا الشيء من طلبة العلم الذين يفهمون هذا الشيء، أما العوام فليسوا بحاجة إلى هذا الشيء ولا وصلوا إليه، وإنما يبين لهم ما هم بحاجة إليه من أمور دينهم وأمور عبادتهم وأمور صلاتهم وأمور
زكاتهم أمور حجهم أمور صيامهم، وأهم شيء توظيف العقيدة لهم بمعنى المختصر يستفيدون منه ولو يكون فيه تطويل يفتلهم ويملهم، قد يكون بطريقة مختصرة. نعم جزاك الله خيرا. وهذا السؤال تكرر كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما حكم التكلف في بناء المساجد وجعل فيها القباب والمنارات الغريبة كالشكل إلى آخر السؤال، وجزاكم الله خيرا. تكلف شكل العمارة، جعل في المسجد قباب أو غيره أو مسطح، هذا أمر سهل، هذا فن معماري ما في شيء، يعني يجعل مقبب ولا مسطح كله، يجعل فيها أعمدة أو بدون أعمدة، هذا لا 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 حرج فيه، لأن هذا راجع لفن المعماري. والمقصود هو أن يوجد المسجد الذي يكفي حاجة الناس، يظلهم من الشمس ويدفئهم من البرد، سواء كان مقببا أو مسطحا. والمنارات أيضا لا بأس بها، منارات يعرف بها المسجد، المسجد اللي ما فيه منارة لا يعرف ولا يهتدى إليه، ربما يظن أنه بيت من البيوت، لكن إذا كان فيه منارة وفيه محراب عرف الجاهل من هذا المسجد فاتجه إليه صلى فيه، فلا حرج من جعل المنارات أيضا. لكن عاد الإسراف في الزخرفة في المساجد، أو الإسراف في المنارات التي لا داعي لها، منارات زائدة عن الحاجة، هذا إسراف لا ينبغي، هذا إسراف لا ينبغي، تكون المنارة بقدر الحاجة ويكون بنا بقدر الحاجة من غير إسراف في التزويق والنقوش وما أشبه الزخرفة، هذا ننهي عنه لأنه إسراف ولا داعي له. والمساجد ينبغي أن تكون بالصفة اللائقة، لأنه لا يقصد بها الزينة ولا يقصد بها المباهات، وإنما يقصد بها نفع المسلمين وإيواء المسلمين للصلاة، هذا هو المقصود، جمع المسلمين، جمع كلمة المسلمين إذا صلوا في مسجد واحد تآلفوا وتعارفوا وحصلت بينهم الصلة والمودة، هذا هو المقصود من بناء المساجد. نعم هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نطلب من فضيلة شيخنا توضيح موقف السلف من المبتدعة، جزاكم الله خيرا. موقف السلف من المبتدعة، السلف لا يبدعون كل أحد، لا يشركون في إطلاق كلمة البدعة على كل أحد خالف بعض المخالفات، إنما يصفون بالبدعة من فعل فعلا لا دليل عليه، تقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة هي إحداث شيء في الدين، إحداث شيء جديد في الدين لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي البدعة. وإذا ثبت أن شخصا ابتدع بدعة في الدين ونوصح في ذلك وأبى أن يرجع، فإن منهج السلف أنهم يهجرونه ويبتعدون عنه ولم يكونوا يجالسونه، هذا منهجهم. لكن كما ذكرت، بعد أن يثبت أنه مبتدع وبعد أن يناصح، بعد أن يناصح ولم يرجع عن بدعته، فحينئذ يهجر لئلا يتعدى ضرره إلى من جالسه وإلى من اتصل به، ومن أجل أن يحذر الناس من المبتدعة ومن البدع. أما المغالاة في وقت البدعة، فكل من خالف أحدا يقال هذا مبتدع، إذا اختلف اثنان كل واحد يسمي الآخر مبتدع، وهو ما أحدث في الدين شيء إلا أنه تخالف في شخص أو تخالف ويا جماعة من الجماعة،
هذا ما يكون مبتدع، وإما لا يكون هذا مخالف أو مخطئ، عندك خطأ أو خلاف الأولى أو خلاف الأفضل، أو فاعلا حتى لمحرم أو معصية سمى عاصي، إذا كان مرتكبا لمعصية سمى عاصي. وما كل عاصي مبتدع، وما كل مخطئ مبتدع، المبتدع من أحدث في الدين ما ليس من هذا هو المبتدع. أما المغالاة في اسم البدعة، وكل من خالف شخص يطلق عليه البدعة فقد يكون الصواب مع المخالف، فهذا ليس من منهج السلف. نعم. وهذا السؤال وهو كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في جوارنا مساجد يستخدم أئمتها مكبرات الصوت أثناء القراءة في الصلاة، مما يسبب إزعاجا وتشويشا في الصلاة، وناصحهم ولكن دون جدوى، فما الحكم الشرعي في عملهم هذا، وما واجبنا تجاههم، شددكم الله. والله هذه يعني قضية طال فيها الكلام. مكبرات الصوت في أصلها نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنها تعين على تبليغ العبادة وتبليغ العلم، هذا في أصلها نعمة من الله إذا استخدمت الاستخدام الصحيح، ولكن إذا أسيء استعمالها صارت ضررا. فمثلا رفع المكروهونات بالصلاة أو بالخطبة حيث يتمدد الصوت خارج المسجد يشوش على المساجد الأخرى، أو يشوش على من في البيوت من النساء ومن المرضى والذين يريدون الراحة، هذا لا يجوز، هذا يكون ضررا. الواجب أن الأذان، نعم الأذان يتم يخرج خارج المسجد، يكون بمكرهون يتمدد خارج المسجد من أجل يسمع الجيران، يسمع الناس الحضور للصلاة. أما الخطبة وأما القراءة في الصلاة فينبغي أو يجب أن يكون الصوت داخل المسجد، لأن يكون مكرهون داخل المسجد يبلغ الحاضرين في المسجد، يسمعهم صوت الإمام صوت القراءة، هذا هو المقصود. الصلاة القراءة والخطبة يجب أن تكون داخل المسجد لأنها للحاضرين فقط، أما الأذان فيكون خارج المسجد لأنه للمجاورين في المسجد والخارجين عن المسجد لأجل الحضور، ففيه فرق بين الأذان وبين القراءة والخطبة. هذا لو استعمل هذا الاستعمال أصبحت المكرهونات فيها فائدة كبيرة ولم يتضرر ولم يتأذى منها أحد، ولكن لما أسيء استعمالها حصلت هذه المشكلة والتشويش على الناس وتكره بعض الناس لهذا الشيء، هذا أمر لا يجوز لأنه لا فائدة منه. نعم. جزاك الله خيرا. سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد البسملة تقول هل المسافة من الرياض إلى الخرج تعد سفرا، علما بأنني أذهب أنا وامرأة معي مع السائق بدون محرم، حسنا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. لما كان هذا هو المقصود بالسؤال وهو ذهابها مع سائق بدون محرم، هذا لا يجوز، لأن الأصل أن بين الرياض وبين الخرج مسافة قصر، كان معروف أن مسافة قصر للراحلة، ولا يجوز للمرأة أن تروح من الرياض إلى الخرج أو من الخرج إلى الرياض إلا مع محرم، لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم حتى ولو كانت مع نساء، لا بد من وجود محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، معروف بين الخرج وبين الرياض مسيرة يومين للراحلة. أيضا السفر على الصحيح غير محدد، كل ما يسمى سفرا، لأن في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذي محرم، أن تسافر ولم يحدد بيومين ولا بثلاث ولا بيوم وليلة، بل أطلق حكم السفر. السفر ما يسمى سفرا هذا لا بد من المحرم، أما بين الرياض والخارج يسمى سفرا لبعد المسافة ولحاجة المرأة إلى المحرم الذي يصاحبها في الطريق وفي غير بلدها، إذا كان الخارج ليس بلدا لها
فالطريق ليس فيه محرم الله ثابت لا إله من المحرم الذي يصاحبها. نعم أحسن إليك. وهذا سؤال أيضا من أحد الأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم أن أضع جزء من الغرة أي الفرقة على جنب أي تميل إلى اليمين أو اليسار؟ وإني سألت بعض المشايخ وبعضهم أحلها وبعضهم حرمها وبعضهم جعلها مكروهة، لماذا تنصحني أن أفعل؟ أفتونا أفادكم الله والسلام عليكم. ننصحك أن تعمل ما يعمل في هذا البلد من قبل، الفرقة المعروفة عند نساء هذا البلد من أمهاتك وجداتك ونساء البلد. أما الفرقة المائلة هذه فيها كلام لأهل العلم، المشطة الميلة والفرقة المائلة هذه الغالب أنها حدثت في العصر الأخير لما جاء التقليد والتشبه لأهل الخارج. فالذي أنصح أن لا تعمل هذا العمل، وأن تفرقي الفرقة المعروفة المعتادة عند نساء بلدك والمعروفات بالخير والصلاح والاستقامة من قبل. نعم شاء الله عليك. السؤال الأخير، رفض بمناهج دعوية مستوردة وافدة، هل لذلك أثر على العقيدة؟ إذا علمنا ضعف عقيدة المتبوعين أو ضعف الولاء والبراء أو عدم التفريق بين الفرق الضالة بمناهجهم عند أولئك، جزاكم الله خير. الفيصل في هذا هو ما سبق في المحاضرة، الفيصل في هذا هو عنوان المحاضرة، اتباع منهج الرسل، اتباع منهج الرسل، خصوصا خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وخاتم الرسل كما سمعتم كان يأمر أول ما يأمر بالتوحيد، ويوصي دعاته أن يدعو أول شيء إلى التوحيد، ثم يأمر بعد ذلك بأوامر الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. ثم أيضا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة مأخوذ من سيرته ومن كتاب الله، لأن الله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله، يجب على الداعي أن يكون مخلصا في نيته، أن يكون قصده الدعوة إلى الله، ليس قصده الدعوة إلى نفسه أو الدعوة إلى شخص معين أو منهج معين أو طائفة معينة، وإنما يقصد الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا ونفع الناس، هذا قصده. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه الآية أدعو إلى الله، قال فيه وجوب الإخلاص في الدعوة، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فالذي يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى طائفة أو يدعو إلى منهج أو يدعو إلى متبوع هذا لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى من دعا إليه. الواجب على الداعي أن يكون قصده الإخلاص لله عز وجل، ويكون قصده نفع الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، لا التحزب ولا التجمع مع الطوائف الأخرى ولا المنازعات ولا الخصومات ولا الانتصار لفلان وعلان، وإنما ينتصر للحق ويتبع منهج الحق، هذا هو الذي يدعو إلى الله، المنهج الصحيح دعوة إلى الله الإخلاص، دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، هذا منهج الدعوة الملخص من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سار على هذا المنهج فهو الداعي إلى الله حقا، ومن خالف هذا المنهج فإنه ليس داعية إلى الله، وإنما داعية إلى ما أراد من الأمور الأخرى، فلا بد من هذا. المنهج واحد، المنهج واحد، لا في مناهج في الإسلام، منهج واحد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا منهج واحد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه المناهج الأخرى،
قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما، منهج واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما عندنا في الإسلام إلا منهج واحد، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الدعاة والمجددين لدين الله. منهج واحد ما فيه انقسام ولا فيه اختلاف، وعلامة هذا المنهج أن الذين عليه لا يختلفون، هذا علامته أن الذين عليه يكونون جماعة واحدة لا يختلفون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وعلامة المناهج المنحرفة وجود الاختلافات بين أهلها والعداوات بين أهلها والنزاع بين أهلها. فهذا هو الفارق، الواجب أن نكون على منهج واحد، منهج الكتاب والسنة والسلف، هذه الأمة، هذا هو المنهج الصحيح الذي يجب أن نسير عليه في دعوتنا إلى الله وفي عملنا وفي علمنا وفي جميع أموره. لو أخذنا هذا ما حصل اختلاف ولا حصل عداوات ولا حصل تفرق، إنما يحصل التفرق من مخالفة هذا المنهج.